السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوان وبياكم. بنتكلم اليوم تكملة لأحد مواضيع منها كومتيا نتورك بلس. اليوم إن شاء الله بنتكلم حول Operating System Overview، يعني بنتكلم حول لمحة عامة حول أنظمة التشغيل، أو يعني Operating System History، يعني تاريخ نظام التشغيل، تاريخ أنظمة التشغيل. فنحن لما بنقول نظام تشغيل معناه نحن ما بنحدد او بنتكلم على شركة معينة، لا، عبارة عن مصطلح عام. فنحن نتكلم على لينكس، نتكلم على يونكس، نتكلم على ويندوز، نتكلم على ابل، كل الشركات. على بركة الله نبدأ. بسم الله. وكبداية يعني بنبدأ بمايكروسوفت اوبريتنج سيستم، يعني كده ام اس اوبريتنج سيستم، يعني نظام تشغيل مايكروسوفت. السؤال يطرح نفسه، ليش بدأ مايكروسوفت؟ لأنه بقول لك أنا مايكروسوفت مسيطرة على 80% من سوق أنظمة التشغيل حول العالم. لما بقول 80% بمعنى إن أنظمة التشغيل موزعة ما بين كلاود سيرفر، ما بين 32 بيت و64 بيت، تمام؟ مش بنظام محدد. وما تبقى من 20% هو عبارة عن لينكس، يونكس، ماك، تمام؟ يعني مايكروسوفت مسيطرة على قطاع كبير جدا. إذا موضوعنا ويندوز. ويندوز، طيب حلو. بس قبل ما نفعل كده هناخدها هنا، نعمل كده ويندوز. كويندوز يصنع نوعين من الأنظمة، اللي هو عبارة عن وورك ستيشن وعبارة عن سيرفر، تمام؟ والسيرفر اثنين، 30 و64 بيت بيت. كمان نفس الشيء الورك ستيشن، 32 بيت و64 بيت، تمام؟ طيب ايش هي الأنظمة التي أصدرتها مايكروسوفت طول فترة حياته أو عمله في أنظمة التشغيل؟ بقول لك كده، فين المشتري حاجة كده طلع. أول شيء نشوف، قال ويندوز 3.x، وهذا عبارة عن الأولدر أوبرتنج سيستم وأمثلة عليه، يعني كده 3.0 3.1 3.3، ودي كانت سبورت على الدوس. وبعدين نطلع هنا نقول له وين 9x. لما نقول ويندوز 9x هو عبارة عن نظام التشغيل الذي نزل في فترة التسعينيات. وفي دي الحالة بنتكلم على ويندوز 95، ويندوز 98، مانيليوم ام اي، مانيليوم يعني ألفية. وبعض البرامج لما يكتب عليها ام اي يقصد في بها ميدل ايست، يعني شرق اوسطي، بمعنى انه سبورتد على اللغة العربية، يدعم اللغة العربية. نيجي على الخيار الثالث اللي هو عبارة عن ويندوز اكس بي. اكس بي اختصار كلمة اكسبيرينس، يعني الخبرة. والاي احد حروف العلة في اللغة الانجليزية، ما يدخلش من ضمن قواعد الاختصار. ونطلع على وين فيستا. فيستا هنا معناها افق. بعد نطلع على وين 7، صح؟
وبعدين كده ننزل شوية لتحت عشان تكمل الرسمة. بنعمل لوين 8. اوكي، ليش سمي بويندوز 7؟ لانه الاصدار السابع من نظام تشغيل من نوع كلاينت. كيف الاصدار السابع؟ نعد، عندنا 1 2 3 4 5 6 7. شوف، وليش سمي ويندوز 8؟ لانه النظام الثامن من نوع كلاينت، لو عديت بيطلع ترتيبه رقم 8، وكل واحد منهم ينقسم الى 32 و64 بت كسيرفر. نشوف ايش الخارطة. قال لك اول حاجة عبارة عن وين 2000، تمام؟ وال2000 ده طلع منه نوعين، طلع منه البرو بروفيشنال، طلع منه سيرفر، تمام؟ وبعدين اجا اللي هو عبارة عن وين 2003، اللي هو عبارة عن 2K3، وهذا 2K، وبعدين أجا وين 2008، يعني 2K8، والآن أجا وين 2012، يعني 2K12، تمام؟ ده نحن بالنسبة لما نتكلم على سلسلة أو سلالة مايكروسوفت. نروح ونتكلم على نوع تاني عبارة عن لينكس. لينكس Operating System. لينكس كنظام تشغيل، لينكس حقيقة تم تطويره من اليونكس. كلينكس معناته انت تتكلم على مميزات كتير. اول مميزة اللي هو open source، يعني مفتوح المصدر. لما نقول open source كتير من الاخوان يفهموا موضوع open source غلط، يقول لك انا باخد توزيعة لينكس دي open source وبطوره. بقول لك لا، ما تقدرش تحصل على open source code. تعرف ليش؟ عشان تحصل على open source code لازم تسجل من ضمن المجتمع مطوري لينكس، ولازم تكون شخص، لازم تكون شركة حتى تدخل من ضمن لينكس كوميونيتي، يعني مجتمع لينكس. طيب الشيء الثاني عبارة عن GPL ليسنس، يعني مفتوح المصدر، يعني رخيص مجاني ببلاش. انت لو محتاج تنصب عندك في الشركة سيرفر، انت بتطلع على موقع مايكروسوفت ومحتاج تشتري سيرفر 2008 وليكن او 2012، فالكلفة غالية جدا. يعني ليسنس مع كلاينت ممكن توصل ل 7000 او 8000 دولار، لكن مع الجي بي ال اللي هو الجلوبال بابليك ليسنس مفتوح المصدر، يعني انت ما عندكش نسخة، ما عندكش ليسنس، كله فري مجان. يعني ممكن تدخل على موقع الويب سايت وتنزل نظام تشغيل لينكس وتثبته عندك بدون اي كي. بس طبعا هنا احنا نتكلم على حاجه ثانيه، ده الكلام معناته شيء ثاني. الكلام معناته انه انت لما منزل بخدمه، لما بتنصب لينكس معناته انت مش ملتزم بخدمه ما بعد البيع، لكن لما بتشتري من مايكروسوفت انت ملتزم بخدمه ما بعد البيع. يعني مايكروسوفت مجبره ان توفر لك ترابل شوتينج دعم، توفر لك سبورت دعم، صح؟ بس لينكس لا. بعدين دقي حاجة اسمه distribution يطلع على حاجة اسمها كرنل. أيوة كرنل. إيش distribution؟ مش قلنا احنا في الخطوة الأولى انه open source؟ بقول لك لأنه open source كثير من الدول وكثير من الشركات تبنت تطوير هذا النظام صراحة، النظام المستقر، النظام الذي النظام الذي لا تكثر فيها المشاكل، النظام التي قليل من الفيروسات التي تضربه، قليل جدا.
على عكس غرار مايكروسوفت. يعني الكل محمل نظام تشغيل مايكروسوفت، كثير منا يعاني من مسألة الفورمات، من مسألة الفيروسز، يعني من مسألة فقدان الداتا، من مسألة ضرب البيانات، من مسألة تعطيل النظام بشكل مفاجئ، مسألة الهانجينج أو التعليق، مسألة الستوب ايرور، على عكس لينكس. دي الأمور كلها مش موجودة في نظام لينكس، وهذا اللي يميز نظام لينكس. فعندي توزيعات كثيرة، عندك ريد هات، عندك الماندراك، عندك السوزي، عندك الفيدورا، عندك الديبيان، عندك الابونتو، عندك اليلو دوغ إلى آخره. وكلينكس متواجد بهيئتين، بهيئة سيرفر and ورك ستيشن، تمام. وكمان بيطلع كده اثنين، اللي هو عبارة 32 بيت و64 بيت. أنا اليوم كتبت غلط، 64 بيت. اوكي طيب، ده كان بالنسبة للينكس. نرجع ونشوف نظام ثاني، يوبيش، يونكس. نظام اليونكس هو النظام الذي طور منها لينكس، يعني أخذت الكرنل وصنعوا منه لينكس. نشوف، بنتكلم على شركة اللي هي اسمها نت نتوير نوفل، يعني نتكلم على شركة نوفل. لما ما نقول شركة نوفل، شركة نوفل ما تصنعش إلا نظام واحد، اللي هو عبارة عن نظام سيرفر، وكمان منه 32 بيت و64 بيت. حتى لا أكون قد أقفلت، إن شركة نوفل في فترة التسعينيات، في الأعوام الأولى من التسعينيات، لم يكن متواجد أي نظام تشغيل مقدم كسيرفر، بينما كانت من الثمانينيات، من سنة 85 86، شركة نوفل نتوير تصنع نظام تشغيل للسيرفر. هي أول شركة مصنعة أو تصنع نظام تشغيل للسيرفر، وفيما بعد وجد الأشياء اللي اسمها ويندوز 2003، ويندوز 2000 سيرفر، ويندوز 2008 و2012، ولينكس ويونكس، تمام؟ بما أنه بنتكلم نحن على سيرفر، إذا نحن متكلمين على سيرفيسز، إذا بيقدم لي خدمات فايل سيرفر، برينتر سيرفر، ويب سيرفر، داتا بيس سيرفر، يعني ابلكيشن سيرفر، يعني بيقدم لي خدمات، تمام. اخر نقطة، ابل اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل ابل. صراحة أنا من الأشخاص المهووسين والمعجبين بهذه الشركة بشكل غير طبيعي. شركة بالفعل غيرت تاريخ الكمبيوتر، شركة بالفعل غيرت مفهوم الكمبيوتر، شركة بالفعل غيرت الأجهزة الذكية، شركة بالفعل خلقت إلى العالم الأجهزة اللوحية، خلقت إلى العالم الأجهزة الذكية. بينما كان إلى 2007 كان العالم يتباهى بالوسيلة الوحيدة للتعامل مع الشاشات اللمس هو القلم. طلع ستيفن جوبز ب 2007 وقابل ايفون، واصبح الان من العار انه تلاقي اي شخص يملك تلفون يستخدمه بواسطه القلم، الا اذا كان بتقنيات حديثه زي الاس بي. وطلع لنا ستيفن جوبز في 2010 وقابل ايباد، بينما العالم لم يكن يعلم شيء عن الأجهزة اللوحية. وستيفن جوبز في 2008 قابل ماك بوك اير، وقام العالم صنع الالترا بوك،
بصنع على اجهزه النوت بوك الصغيره 9 انش. شوف دي الشركه، مين اللي جاب البي سي؟ بيرسونال كمبيوتر ابل. دي الشركه اللي غيرت مفهوم العالم، مفهوم الكمبيوتر، مفهوم الانترنت، مفهوم التقنيات. طيب نتكلم، ابل بتصنع نظام تشغيل اسمه الماك، يعني ماكنتوش اوبريتنج سيستم. ماكنتوش اوبريتنج سيستم على عكس انظمة التشغيل الثانية، فهو لا يمكن تنصيبه الا على ابل بي سي. يعني مش قادر تنصب الماك على الكمبيوتر عادي، لا مش ممكن. بس السؤال، ممكن تنصب ويندوز على الماك؟ ايوه ممكن تنصب ويندوز على الماك. ممكن تنصب لينكس على الماك؟ ايوه. حقيقة الماك او اكس او اس طور من اليونكس، اوكي، كماك او اس اكس طور من اليونكس، تمام. كشركة ابل تصنع لي النوعين، تصنع نوع الورك ستيشن وتصنع لك نوع السيرفر. الى هنا انتهت موضوعنا في الاوبريتنج سيستم اوفر فيو. اشكركم على حسن الاستماع.